اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. سبعة أسئلة تطرحها على الحبيب لتشعره بحبك العميق. إذا كنت تريد الذهاب بعيدا بعلاقتك مع الحبيب وترغب بنقل مستوى الحوار إلى مرحلة عميقة تجعله يشعر بالحب والاهتمام الكبير من قبلك، فعليك أن تخرج من دائرة الروتين الذي يغلب على أسئلتك وحوارك معه. هناك أشياء وتفاصيل تستحق منك النقاش بها عوضا عن مجرد سؤاله: كيف هو حالك اليوم؟ أو ما هو لونك المفضل؟ لذلك في هذا الفيديو سنستعرض معا سبعة أسئلة عميقة تنم عن مدى اهتمامك وحبك للطرف الآخر. السؤال الأول: ما هي أكبر مخاوفك؟ نعم، إنه سؤال شخصي دقيق، وحالما يقوم حبيبك بالجواب عنه سوف تتمكن من معرفة الأمور التي يخشى من وقوعها، وبالتالي ستتمكن من تفسير بعض التصرفات وردود الأفعال التي كان يقوم بها بدافع الخوف والقلق. السؤال الثاني: هل قمت بجرح مشاعرك مؤخرا؟ جميعنا نرتكب الأخطاء ونقوم بإيذاء من نحب عن غير قصد، وأحيانا من دون أن ننتبه لذلك. فإن كان حبيبك شخصا كتوما يحبس في داخله، فقد يؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى انفجاره غضبا في وجهك. لذلك عليك أن تبادر بالسؤال قبل فوات الأوان. السؤال الثالث: قم بسؤاله عن ذكرياته المفضلة. إن القيام بذلك سيمنحك فرصة ثمينة لترى الابتسامة على وجهه وهو يحاول استرجاع ذكرياته الجميلة من الطفولة. فهو سؤال ذكي يقود الحبيب إلى التأكد من اهتمامك حقا لأمره، ولربما يربط الشعور بالسعادة بعد تذكر تلك المواقف مع الشعور بحبك وعشقك. السؤال الرابع: هل هناك أمر تحب القيام به ولكنك توقفت عن فعله؟ من منا لم يمتلك هواية أو أمرا يبدع بالقيام به، ولكن مشاغل الحياة وقلة الوقت وكثرة الالتزامات حرمتنا متعة القيام بذلك وأرغمتنا على تحييدها جانبا. لذا قم بسؤال الحبيب عن الأمر الذي كان يحب القيام به، فلربما لديك القدرة على مفاجأته والبدء بممارسة تلك الهواية معه. السؤال الخامس: اسأله عن علاقته بوالده. أعلم أنه قد يبدو سؤالا غريبا، لكن لنكن صريحين بأن العلاقة مع الأب ستؤثر بشكل واضح على طبيعة العلاقة بين الشريكين. فإن كان للفتاة على سبيل المثال أب صارم جدا، فستصبح رؤيتك لها أمرا في غاية الصعوبة. السؤال السادس: هل لقنتك الحياة درسا قاسيا؟ إن الحياة مليئة بالأحداث التي نستشف منها الدروس والعبر، فكل يوم نعيشه هو يوم للتعلم وبناء الشخصية، وللأسف غالبا ما نقوم بتعلم تلك الدروس بالطريقة الصعبة والمؤلمة. فقم بسؤال الطرف الآخر عن الصعوبات والأحداث التي عانى منها والتي قامت بتحويله إلى الشخص الذي هو عليه اليوم. السؤال السابع: ماذا كنت تحلم بأن تصبح في صغرك؟ جميعنا كان لديه ذلك الحلم الكبير حول من نرغب بأن نكون في المستقبل. لقد كانت أفكارنا وطموحاتنا غير مقيدة، وكنا نطلق العنان لأحلامنا بكل براءة. وبصفتك شريكا وحبيبا للطرف الآخر، حاول أن تكتشف ما هي تلك الأحلام ودعه يخبرك بها، وحاول أن تجد وسيلة تساعده على تحقيق جزء منها ولو بأبسط الطرق.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.